يسعد لي اوقاتكم احلى متابعين متابعي قناة ست البيت. بفيديو اليوم راح نعمل جلي الحليب مع صوص الكراميل وصوص الشوكولا، طعم ولا اطيب وطريقة كتير مميزة. يلا نتابع سوا. اول خطوة راح نحط الحليب على البارد، تقريبا كوب ونص او كوبين حليب حسب كمية الجيلاتين اللي راح تستخدموها. انا راح استخدم 4 ظروف، لذلك راح استخدم كوبين من الحليب. حطيتهم على البارد بطنجرة وضفت لهم 3 معالق من حليب المكثف المحلى، واذا مو متوفر فيكن تضيفوا 3 معالق من السكر، بس الحليب المكثف المحلى راح يعطي طعم اطيب. وللنكهة كمان راح اضيف 1.5 معلقة او 2 معلقة صغار من الفانيلا، ممكن باودر وممكن الفانيلا السائلة. بحركهم منيح مع بعض وبعدها بحطهم على النار لحتى يغلي عندي الحليب، وتختلط المقادير كلها مع بعض بشكل كتير منيح. وبعد ما يغلي الحليب بطفي عليه وبتركه على جنب لحتى احضر الجلي الشفاف اللي راح نشوف طريقته مع بعض. راح احط مي فاترة تقريبا 3/4 او نص كوب حسب الموجود على الظرف. كل جيلاتين بيكون له مقادير معينة، لازم تقروا منيح كمية السوائل. طبعا ما ننسى انه راح نضيف الكمية كلها للحليب، لذلك راح استخدم بس نص كوب من المي الفاتر وحط فيه 4 ظروف كلها وحركها كتير منيح لحتى الجلي يدوب منيح. وبعدها رح نضيفه على الحليب اللي تقريبا عندي صار فاتر وما يكون كتير مغلي. رح نشوف مع بعض الطريقة. مثل ما شايفين عم ضيف ظروف الجلي الشفاف واحد ورا الثاني لنص كوب المي، وبعدها رح احركهم كتير منيح بالطريقة اللي باينة عندكم بالفيديو. وهون الحليب صار عندي فاتر، راح احط فوقه الجلي. طبعا ما راح استنى كتير على الجلي، يعني فورا بعد ما اخلط الجلي بالمي بضيفه للحليب، لانه الجلي الشفاف كتير بيجمد بسرعة، فبضيفه للحليب بالطريقة اللي شفتوها وبحرك كتير منيح. وبعدها بصبه بالكاسات وبحطه بالبراد لحتى يجمد ويصير عندي مثل الجلي العادي، لحتى اقدر اضيف عليه الصوص اللي انا بدي احطه سواء كان كراميل او شوكولا. وشايفين هذا الشكل اللي انا بدي اياه. طبعا هون استخدمت نوعين من الصوص، هلا عم حط صوص الكراميل وبحطه بهالطريقه هي. اتاكد انه السطح عندي كله صار عليه كراميل، وممكن حتى احرك الكوب او الصحن اللي انا حاطة فيه الجلي لحتى اتأكد انه السطح تقريبا صار عندي مغطى تماما، وبتركه لحتى يبرد. صوص الشوكولا وصوص الكراميل. وهلأ رح اعمل نوع تاني كمان، احط شوكولا مع الكراميل مثل مبين عندكم بالفيديو، كمان طعمه ولا اروع، نكهات كتير طيبة مع بعض. بتشبه شوي المهلبية بس ما حتكون مهلبية، قوامها كتير مختلف وفيها نكهة مميزة شوي، راح يحبوها كتير الصغار والكبار. وبتمنى كتير تجربوا هالطريقة لأنه مميزة للحلويات السريعة وما حتاخد وقت معكن لحتى تجهز أو تبرد، لأنه هالنوع من الجلي كتير بيبرد بسرعة بالبراد. وهي صورة الشوكولات توبينج أو صوص الشوكولا اللي أنا استخدمته، كتير كتير طعمه طيب ورائع. ومن نفس البراند كمان جبت صوص الكراميل اللي هو نسلة، كمان كتير كتير طيب وكتير مميز بالحلويات، بنصحكم تجربوه. بتمنى تكونوا حبيتوا فيديو اليوم، حلى خفيف ولذيذ وكتير كتير طيب. وإذا حبيتوا الوصفة ما تنسوا اللايك والشير واشتركوا بقناتي وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. مني إلكن أحلى وأغلى سلام.